أبو قايتلي حسنين نصر الله. شو هتعملوا؟ عم بتعلق صورة لحسني مبارك؟ شو أنت وحدك بدك تعلق صور لأحمد نجاد؟ إيه بس أحمد نجاد يا حو عنا بلبنان هون يا أخ أبو قايتلي. حسني مبارك أخو هون بقلوبنا يا أخ حسنين. على كل حال هيدا الحيط للأخ طوني، أنا حأندهله وما بظن إنه الأخ طوني بحب حسني مبارك. أعوذ بالله، هيدا الحيط للأخ زوزيف وأنا حأندهله. يا زوزيف يا زوزيف ما بدنا فتنة. مرحبا حطوني. انت بتقبل انه يتعلق على الحيط عندك صورة لحسني مبارك؟ اعوذ بالله، شيلها اذا بتريد. هيدا الحيط مش لإلك اخ زوزيف. بلا، هيدا حيط الصالون عندي. هيدا حيط اوضة النوم عندي. ايه بس الاخ طوني له اكتر من نصه. شو هالكلام؟ الاخ زوزيف له التلتان. يا خيي شيلوا لي ها من هون. شيلوا لي هيدي من هون. ليه؟ ما عليك بدي شيلوا لي. قومك بدي اسحبه. شفت الفتنة يا أخ حسنان؟ الله يبعد عنا يا أخ عبد. يلا لنبتعد عن الفتنة. هيا هيا يلعن أبو الفتنة بالتوفيق.